العيادة القيصرية، فيضطر الأطباء إلى إخضاع الحامل لها في العديد من الحالات، وسوف يترتب على ذلك بقاء المرأة في المستشفى لمدة 3 إلى 4 أيام، ذلك للتأكد من التعافي من الجراحة. قبل القيام بإجراء الجراحة يتم تنظيف بطن الحامل وتجهز حتى تأخذ السوائل الوريدية في الذراع، إذ أن ذلك يتيح للأطباء إدارة السوائل وأنواع الألوية التي قد تحتاجها أثناء العملية، كما يوضع قسطرة معينة لإبقاء المثانة فارغة أثناء الجراحة، ويتم إخضاع المرأة للتخدير، ويكون التخدير في هذه الحالة بإحدى 3 أشكال، إما التخدير العام بحيث تكون المرأة نائمة ولا تشعر بالألم أثناء العملية ويستخدم هذا النوع في الحالات الطارئة، أو التخدير النخاعي والذي يتم فيه تخدير الجزء السفلي من الجسم، وذلك عن طريق حقن مادة التخدير بشكل مباشر في الكيس المحيط بالحبل الشوكي. والنوع الثالث وهو التخدير حول الجافية الذي تحقن فيه المرأة في أسفل الظهر تحديدا خارج الكيس المحيط بالحبل الشوكي. يعتبر التخدير فوق الجافية هو نوع شائع في الولادة القيصرية والطبيعية. وبعد إجراء التخدير يقوم الطبيب بإجراء شق أفقي عبر الحوض، ذلك فوق خط شعر العانة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الندب الذي سوف يتشكل في هذه المنطقة يمكن تغطيته بسهولة في وقت لاحق. أما في الحالات الطارئة فإن الشق سوف يكون عموديا، وبمجرد إجراءه في البطن فإن الرحم سوف يصبح ظاهر، هذا ما يسمح للطبيب بإجراء الشق في الرحم. في الحقيقة إن هذه المنطقة تغطى أثناء الجراحة بحيث لا تتمكن المرأة من رؤية ذلك، وبعد إجراء الشق الثاني يخرج الطفل من الرحم، وبمجرد خروجه فإن الطبيب يقوم بتنظيف أنفه وفمه من السوائل وتثبيته، ومن ثم قطع الحبل السري، وبعدها يعد الطاقم الطفل حتى يوضع بين ذراعي والدته. وفي هذه الأثناء فإن الطبيب يجري الغرز في الرحم والبطن، وذلك لإغلاق الشق المتشكل أثناء العملية.